تم الانتهاء من أعمال المجسر الذي يربط بين شارع الجواهري وشارع دمشق في مشروع تطوير ساحة النسور. يبلغ طول المجسر 1100 متر مع المقتربات. هذا المجسر سيؤدي إلى تخفيف الازدحامات وبصورة رئيسية للسيارات القادمة من شارع الجواهري باتجاه شارع دمشق وبالعكس. تم إنجاز جميع أعمال التأثيث للمجسر بعد إكمال أعمال طبقة الإسفلت، والعمل يجري في المجسر على مدار الساعة بواقع 3 شفتات، وتم إنجاز المجسر قبل الفترة الزمنية الافتتاح، والعمل مستمر في باقي فقرات المشروع الأخرى. النفق رقم 1 الذي يربط بين شارع الأردن وشارع القادسية، وكذلك النفقين الآخرين الذي تربط بين شارع الزيتون وشارع الأميرات وشارع الأميرات باتجاه شارع الزيتون، وإن شاء الله سيتم الإنجاز ضمن التوقيتات الزمنية المحددة للمشروع.